शाम में बच्चों की जुबानी अगर आप सुनेंगे दिल दहल जाएगा आपका, क्योंकि बच्चे रोटी नहीं मिल रही है बच्चों को, बच्चे रोटी की जगह पर घास खा रहे हैं। आपको पूरा मामला हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां मासूमों की जिंदगी से खेला जा रहा है। مرحبا يا عمو. أهلين. أشو ليش قايدون أنت؟ نحنا بشار الأسد قتلنا. أيوة. نهبنا. أشو نحنا من نحن؟ لأننا قاعدين هون. أشو من نحن؟ نحنا منعبي مي مسرب هون. أشو نحنا من نحن؟ نحنا ما نزل. أشو نحنا من نحن؟ نحنا مسرب هون. يا أخي ليش ليش عم تبكي أنت يا عمو؟ نهبنا. بشار نهبنا. قتل بيوتنا. نهبي ما عندنا شيء نلبس والله العظيم هدلكم بيوتكم؟ هدلكم كلي ما عندنا شيء هون نشرب مي قد ما طلعت نقعد عند الجماعة نقعد نسهر عندهم اشو بيهون والله العظيم ولا خلانا نقعد دقيقة بالبيت هو بشار الأسد واطي نسقطوا بص المي والله أكبر الله أكبر واصبر انظروا مجاهد هذا الفاجر بالمعصية هؤلاء الأطفال سيحاسب عليهم كل الفاتحة شو انت عند أمه؟ العالم قطرانة نركب الخبز هون لك قديش طلعنا واستعفيه بالأرض شو عند أمه؟ قديه صلاح جوعان؟ قديه صلاح معقلات؟ من وين صلاح معقلات؟ طيب قل لي شو جاي عبارة أنت؟ شو جاي عبارة؟ جاي عبارة خبز؟ قديه صلاح معقلات؟ كتير طيب جوعان هلا أنت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ हमारे चैनल को सब्सक्राइब